احنا الجمعيه العموميه حضرت واجازه الموازنات واجازه زياده المعاشات بالتفاصيل اللي احنا اعلناها. اي حد عايز يتطاول على فساد موازنه نقابه المحامين على انه يقدم بلاغ والا يبقى شريك، يروح النيابه. وانا اتحدى اي حد يروح النيابه في اي بند من بنود الميزانيه، اذا نجح هيحبسنا واذا فشل مش هنسيبه لا جنائيا ولا تاديبيا. لانه بالمناسبه اللي بيتكلم على التاديب محق. احنا كنا بنجامل لاسباب انتخابيه، بنجامل، ولانه واحد بياخد الحصانه دي في التطاول وقله الادب لانه معارض او عايز يبقى معارض او هو بيصور نفسه معارض للنقابه، فبتصور انه مجرد انه يبقى معارض من حقه يشتم ومن حقه يسب ومن حقه يهين ومن حقه يجرح. لا مش من حقه. من الانف صاعد. لا مش هيحصل ده. لا انتخابات هتحوشنا والاداب وقواعدها هنفرضها بالقانون مش بالتجاوز. احنا كل اللي احلناهم للتاديب حتى الان اتحدى ان في واحد متعلق بسبب نقابه. كلها متعلقه يا اما شتموا بعض يا اما تجاوزوا بالالفاظ زي ما بنشر. وانا مستعد لولا ان يعني لولا حيائي يمنعني ان انا انشر كل المذكرات التاديبيه قبل من احيله للتاديب عشان الناس تشوف اللي بيحصل، بلاوي اللي موجوده جوه الورق والسب في اعراض الناس وفي اعراض محاميات وفي اعراض بني ادمين. ليه؟ مش هنقبل ده ومش هنسيب حد يتجاوز في حق حد. احنا شفنا نموذج محترم من وزاره الداخليه لما وقف ثلاث ضباط قعدوا يشتموا المحامين بعد حبس زميلهم في قضيه المحل. قعدوا يلقحوا كلام في الفيس، كلام زي اللي كنا احنا بنقوله في المحامين بتقوله في صفحات الفيس. توقفوا عن العمل واحيلوا للتحقيق وتحاكموا. احنا كمان مش اقل منهم، واحنا كمان مش هنقل عنهم احتراما لانفسنا. اللي هيتجاوز مش هنسيبه، لانه ده كمان بيحافظ على هيبتك العامه وبيحافظ على مصداقيتك في انك تكون صادق فيما تقول. ما ينفعش تطالب الناس انها تحترمك وانت ما بتحترمش حد. ما ينفعش. اوعوا تبقوا فاهمين انه في حاجه اسمها المحامي على راسه ريشه. المحامي مش على راسه ريشه. المحامي زي اي حد راسه الريشه بتاعته احترامه لنفسه وقدرته هو على الدفاع عن نفسه وعلى احترام الاخرين وعلى ايضا مواجهه الاخرين وايقافهم عند حدهم بالقواعد بالادب. هو يا اخوانا التجاوز هو بس الوسيله الوحيده للدفاع، هي قله الادب بس هي وسيله الدفاع، هي التطاول بس هي وسيله الدفاع. لا، المحامين وسالوا المحامين الكبار المحامين المحترمين اغلبكم موجود اهو، مين فيكم تعرض لاهانه من حد من غير سبب او سمعتوا حد من غير سبب اتهان؟ لا، في اسباب. واللي بيكلمني عن الموظف اللي بيهينه، لا اسمحوا لي، انتوا اللي بتسمحوا الموظفين تهينكم. اللي بيطلع يطبطب مع الموظف ويصاحبه ويقول له يا ابني كذا وتقول له يا ابني كذا ويقول له هات سيجاره ويقول له لا مش عارف ايه، قابلني في الشارع وقابلني على القهوه وبعدين يختلفوا فيشتموا بعض، تقول انا محامي وهو موظف. لا ما ينفعش. انت اللي نزلت، انت اللي كسرت الحاجز المسافه. وانا بقول لحضراتكم لازم تحافظوا على المسافه بينكم وبين كل الناس، بينكم وبين كل الجهات. المسافه دي مهمه مع الصغير ومع الكبير. ده مش معناه انك ما تحترمش حد، انت تحترم الصغير قبل الكبير، لكن ايضا مع وجود المسافه. ده انا عايز المسافه بينكم وبين بعض. هو ينفع واحنا في اوضه المحامين نشتم بعض بالاب والام؟ محامين تشتم بعض بالاب والام تقبلوا ده احترام لبعض؟ شفتوا هيئه محترمه بتعمل كده؟ شفتوا وكلاء نيابه قاعدين او اوضاء قاعدين يشتموا بعض بهذه الالفاظ؟ ما شفتوش. في الشرطه؟ ما شفتوش. في الشهر العقاري؟ ما شفتوش. اشمعنى احنا في اوضه المحامين؟ ده خط من سوء الادب اللي كلنا لازم نقاومه. هو قليل ايوه، محدود ايوه، لكنه بيسيء لنا كلنا وبيتحسب علينا كلنا واحنا بندفع فاتورته كلنا. اي تجاوز احنا لازم نصوبه الاول. وعشان احنا لما هو احنا قدرنا ننجح
في مواجهه المحله مع ضابط، موضوع ضابط الشرطه اللي اعتدى على المحامي زميلنا وابننا، لما وقفنا صح بالورقه والقلم صح ومفيش تجاوز صح، خدنا حقنا، خدنا حقنا. وقف الضابط واتحاكم واتحبس وتقدم لمحكمه الجنايات او محكمه الجنايه حسب الظروف.